بالتفصيل مع محمد محي الدين. رفع سعر الفايدة 1%، ايه الاثار الجانبية؟ هجوم كاسح على البنوك لكسر الشهادات، كل اللي عنده شهادة هيكسرها. ليه؟ عشان يربطها في البنك الاهلي او بنك مصر. ليه برضو؟ لانهم رفعوا عائد الشهادات ل 18%. ايه كمان؟ ازمة في ادارة السيولة في البنوك، خسائر للبنوك العامة لزيادة الفايدة من تكلفة الاموال اللي عندها، كل بنك يشيل شيلته. ما هو مين اللي هيدفع الفوارق اللي حصلت؟ الفوارق دي اللي هي الخسائر. مين المفروض يتحملها؟ المفروض اللي أخد القرار هو اللي يتحملها. يعني مين؟ يا البنك المركزي يا من وراه وزارة المالية. طيب أنا كمواطن بسيط ما عنديش دولار ولا شهادات حتى في البنوك، ماليش دعوة بقى لا برفع سعر الفايدة ولا إنه الجنيه فقد قيمته. لا إزاي بقى؟ مش انتوا عاملين قصة علشان العيش تمنه هيغلى؟ كل ما احاول ارفع تمنه تعملوا ضجة. طيب ما هو انا علشان ارفع قيمته عندي حلين، يا بشكل صريح ارفع تمنه فيبقى من 5 قروش او شيلن لاي رقم اكبر، ربع جنيه نص جنيه زي ما يكون، يا اضعف او اخفض قيمة الورقة اللي في ايدك انت اللي هي الجنيه. ده اللي بنسميه انه فقد قيمته. ده لسان حل الحكومة اللي ممكن تعمل الحلين مع بعض. بالمناسبة دول حلين بالنسبة للحكومة إنما كارثتين بالنسبة للمواطن. لما توقعات تقول إن عجز الموازنة هيزيد بحوالي 40 مليار جنيه بسبب رفع سعر الفايدة والحكومة مديونة ب 4 تريليون جنيه، مين اللي هيدفع الكلام ده؟ عندك إنتاج زاد، صناعة، زراعة، استثمارات، عمالة في الخارج، عندك إيه؟ جيب المواطن. يوم 9 مارس محللين في بنك الاستثمار جي بي مورجان قالوا ان الحكومة محتاجة خفض كبير لقيمة الجنيه، وبناء عليها تحتاج مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي، وده شغال فعلا، وفي مفاوضات على حزمة مساعدات من بينها قرض كبير اهو. شوف بلومبرج، مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض محتمل. طيب مؤسسة فيتش، مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج. ده برضه نازل بتاريخ 17 مارس، يعني لسه من كام يوم. فأي حد يقول لك البنك المركزي يفاجئ الجميع ويرفع الفايدة و و و كده إحنا فهمنا بقى إن الموضوع متحضر له أهو. تحليل جي بي مورجان، مساعي قرض صندوق النقد، دعم مالي من الخليج كطلب، كل ده مش علشان بس نرجع للجنيه القيمة اللي فقدها، ولا عشان نرجع سعر الفايدة 1% اللي زادت بيه. ده بس علشان نحاول نثبت لفترة على ما وصلنا له النهاردة، بس نثبت على خسائرنا وما نخسرش.